الاساس الخيمه محطوطه منها كم من خشبه وكم من قطعه نايلون، بتتحملش لا مطر ولا ريح. طبعا احنا مع هذه الامطار بنعاني معاناه شديده جدا، الامطار دخلت على الخيم وربنا يعيننا في هيك اجواء صعبه جدا جدا. صحيت من النوم ولقيت الشتاء نازل، قلت الله يعين البشر، يعني اللي في المدارس واللي في الشوارع هذولا، يعني مش بشر هذولا، بدهم مأوى اقل شيء يعني. بدنا ننام على صوت المدافع والغارات، وترجع الصبح تلاقي قرايبك اصحابك ناس كثير رايحه.